أحسن الله إليكم، كيف يكون الحب في الله حفظكم الله؟ الحب في الله يكون لأجل الله، لا من أجل الدنيا وطمع الدنيا. ما تحب إلا من يعطيك المال أو يحسن إليك، وإنما تحبه لله لأنه من عباد الله الصالحين، فالله يحبه فأنت تحب من يحبهم الله عز وجل، لا تحبهم من أجل الدنيا أو من أجل القرابة فقط، وإنما تحبهم من أجل الله جل وعلا. نعم.